بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا محاضرة ثانية من مادة الهيستولوجي، محاضرة ثانية مادة الهيستولوجي الكورس الثاني المرحلة الأولى كلية الصيدلة. بالمحاضرة اللي قبل هاي المحاضرة الأولى شفنا الأبيثيليال تيشوز، واليوم إن شاء الله ناخذ الكونكتيف تيشوز اللي هي الأنسجة الضامة. فمحاضرة اليوم نشوف الأشياء اللي بيها. بالبداية عندنا تعريف بسيط على الكونكتيف تيشيو، اوكي. بعدين عندي الفانكشن اوف كونكتيف تيشيو اللي هي وظيفتها. بعدين راح نحكي على مكونات الكونكتيف تيشيوز. مكوناتها هي متكونة من الجراوند سبستانس اللي هي اللي راح نشوفها اليوم، بس هي عبارة عن يعني بصورة عامة المادة الأساسية اللي هي موجودة بقاعدة التيشيو هذا. وطبعا متكون كذلك من فايبرز اللي هي الياف بها ثلاث انواع، ومتكون من سيلز خلايا. فبس هذا اللي راح ناخذه محاضرتنا، الكونكتيف تيشيو تعريف بسيطه لها ومكوناتها. بالبدايه قبل ما نبدي بالكونكتيف تيشيو ناخذ تعريف بسيط عن كل التيشيوز الموجوده بالجسم. احنا عرفنا من المحاضره اللي سابقه انه كل التيشيوز الموجوده بالجسم عباره عن اربع انواع، يا اما ابيثيليوم تيشيو أو muscle tissue، nerve tissue أو connective tissue. الابيثيليوم تيشيو هذا اللي أخذناه بالمحاضرة اللي قبل هاي، قلنا اللي يميزهن إن هما animate contact، تواصل كلش قوي، كل النسيج عبارة عن خلايا متراصة، وخصائصها إنه هي covering the external surface and the internal surfaces, body cavities، وكذلك تكوني بعض الجلاندز، تمام. وهي عبارة عن هاي الخلايا المتراصة جزء منها يطل على اللومن فري، يعني يطل على تجويف، والجزء الثاني عبارة عن بيزل لامينا، وذكرنا انه جوا اكو كونكتيف تيشيو. طب بالنسبة للمصل تيشيو بعدنا ما ماخذيها، بس بصورة عامة هي عبارة عن التيشيوز اللي لازم يكون بيها تحدث كونتراكشن، تحدث بيها انقباضات، تمام. فشنو اللي يخلي انه تحدث بيها انقباضات؟ بروتين اسمه الكونتراكتايل بروتينز، بحيث يسوي لي كونتراكت. والنوع الثالث النيرف تيشوز، طبعا النيرف تيشوز بها خلايا اللي هي نيرون سيلز، عندها قدره انه تستقبل الاشارات وتمررها وترسلها لخلايا ثانيه. ودرسنا لليوم او محاضراتنا هو الكونكتيف تيشيو. كونكتيف تيشيو الشيء التصور اللي لازم يجينا من نسمع كلمه كونكتيف تيشيو او عباره كونكتيف تيشيو، انه هذا التيشيو النسيج هذا مختلف. اولا هذا موجود بكل انحاء الجسم، هو اللي يربط جسم الإنسان ببعضه ويخليه جسم متكامل، أوكي. وكذلك موجود بكل التيشيوز الباقية، يعني الكونكتيف تيشيو موجود بكل مكان ما عدا بالدماغ وبالسباينال كورد، ما بيهن كونكتيف تيشيو، وباقي الجسم كله بي كونكتيف تيشيوز، تمام تمام. طبعا نشوف هنا أن الكونكتيف تيشيو as the name implies، يعني مثل ما اسمها يدل، connective يعني connect يعني اتصال، يعني في شيء رابط أو ضام، okay. forms a continuum with epithelial tissue, muscle and nervous tissues، يعني يشكل لي في تواصل متصل بكل التيشيوز الباقية، okay. as well as with other components of connective tissue to maintain a functional integrated body. لازم هذا التيشيو، لازم الجسم الإنسان يكون أو بيفة شي يربط الأعضاء ببعضها، يربط الكافيتيز ببعضها، بحيث يعني الأعضاء ما تكون هيك يعني تايهة بالجسم، يكون أكو فد شي ضابها بمكانها، تمام. most connective tissues originated from mesoderm. هنا دي يشوف منين الكونكتيف تيشيو هذا منين يتكون، من يا طبقة من طبقات الجنين. طبعا يقول لي متكون من طبقة الميزودرم اللي هي the middle germ layer of embryonic tissue، يعني من الطبقة الوسطى، يمكن الطبقة الجرثومية الوسطى أو هيك اسمها، من نسيج الجنين، تمام. from this layer، يعني هاي الطبقة اللي هي اسمها ميزودرم، هاي الطبقة اللي تتكون من عندها الخلايا، تمام. the multi potential cells، يعني خلايا بإمكانيات متعددة، لأنه تكون خلايا غير متمايزة، أوكي. from the embryo اللي هو الميزوديرمال cells. طبعا هاي الخلايا راح تهاجر من مواقعها بالمكان اللي نشأت منه إلى كل
أماكن الأعضاء الثانية بالجنين، تمام؟ يعني هي الخلايا تنشأ بمكان واحد وبعدين تنتقل للأماكن الثانية بحيث تخترق كل أعضاء الجنين، تمام؟ ومن تكون لازم هاي الخلايا تكون قريبة على أعضاء الجنين بحيث أنه من يتطور الجنين يعني تنشئ ويا الكونكتيف تيشيو، تمام؟ شوف إن هنا يقولي surrounding and penetrating developing organs، يعني تحاوط وتخترق الأعضاء النامية to producing all types of connecting tissue. طبعا عندي connective tissue proper اللي هو الجزء اللي شلون خلينا نسميه يعني الصورة العامة أو الصورة الأصلية للconnective tissue، إنه يكون proper يعني من يجي بانا التيشيو شنو نتصور انه هو عبارة عن هيك صفيحة او فتشي، فهذا الطبيعي يعني غير متمايز، اوكي؟ فconnective tissue proper and specialized connective tissue، واكو يعني connective tissue متخصص مثل البون والكارتليج. اذا البون والكارتليج عبارة عن شنو؟ connective tissues. connective tissue، خل اشوف هاي الرسمة، لان هذا يشبه connective tissue. شلون؟ كل التشوز اللي احنا نعرفها بحياتنا متكونة من خلايا فقط، خلية بصف خلية بصف خلية تعطيني نسيج، مو هذا اللي نعرفه؟ مثل الابيثيليوم تشيو اللي حكينا عنه. بالكونكتيف تشيو لا، الوضع يختلف. بالكونكتيف تشيو قلنا هو موجود بكل جسم، بكل انحاء الجسم، اوكي؟ ويشكل لي يعني عدة اشكال مختلفة داخل الجسم، فعلى حسب نوع الكونكتيف تشيو ممكن يكون اكثر شيء به خلايا وبعض الفايبرز، ممكن اكثر شيء فايبرز وبعض الخلايا. بصوره عامه اللي اريد اوصله انه الكونكتيف تيشيو عباره عن جراوند سبستانس، ماده تملي الفراغات، اوكي؟ اللي هي عباره عن خلينا نقول اوراق الاشجار، وهذا الخضار اللي بنشوفه ومتكونه من فايبرز اللي هي الاشجار. وبنشوف الاشجار عباره عن عده انواع، بها متفرعه، بها رفيعه، بها عريضه، تمام؟ اللي هي فايبرز ثلاث انواع، وكذلك بها بعض الخلايا بين الفايبرز هذني اللي هم المونكيز، تمام؟ فعندي الهيجي جاي تشيوز يشبه الجانجل، يشبه غابة ادغال، باكي جراوند اللي هو الجراوند سبستانس، وسيلز وفايبرز. طبعا هسه راح نشوف عندي يعني انواع كثيره من الخلايا موجوده داخل الكونكتيف تشيو، وكذلك انواع ثلاث انواع من الفايبرز اللي راح نشوفها. فالكونكتيف تشيو از كومبوزد اوف سيلز اند اكسترا سيلولار ماتيريال. احنا مو يعني من نقارن دائما نقول intracellular و extracellular، أشياء داخل الخلية وأشياء خارج الخلية. الـ connective tissue هذا متكون من cells و extracellular material، ويعني خلايا والمواد خارج الخلية. المواد الخارج الخلية عبارة عن شنو؟ ground substance and fibers. يعني الـ ground، إحنا منقول ground يعني أرض، فالمادة يعني اللي تشكل لي تملي الفراغات خلينا نقول، وفايبرز اللي هي الأياف. The cells are the most important component in some connective tissues. الخلايا هي أهم جزء بعض أنواع ال connective tissues. As the fibroblasts. إذا أخذنا إذا تذكرون إنه أخذنا بالterminology blasts يعني generating يعني مولدة للشيء. ففibroblasts يعني خلايا مولدة للألياف. Okay. So then بعض ال connective tissues يكون أهم component، the most important component is the fibroblast، while in others okay وقولي and that are most important، قلنا المثال عليها شنو؟ loose connective tissue. يعني احنا مو قلنا بعض أنواع ال connective tissue أهم جزء بها هو ال cells، ال fibroblast cells. شنو مثال على ال connective tissue اللي أهم بي أهم شيء بي ال fibroblast؟ اللي هو loose connective tissue. Because these cells manufacture and maintain the fibers and the ground substance اللي هي extracellular matrix. ليش هاي الخلايا أهم خلايا؟ لأنه هي اللي تنشئ مكونات الباقية، سواء fibers أو background substance اللي هي extracellular matrix. In contrast، يعني بحالة متناقضة ويا هاي، fibers are the most important component in other connective tissue types like tendon and ligaments. وبعض أنواع ال connective tissues الثانية يكون الفايبرز أهم جزء بيها، مثل ال tendons اللي هي الأوتار، أو وال ligaments اللي هي الأربطة. فنشوف هنا ال connective tissue يتكون من cells و extracellular material، تمام؟
cells تكون أهم شيء في بعض أنواع connective tissue مثل loose connective tissue. طبعاً connective tissue عندها تصنيف ما بذكر بالمحاضرة وتصنيف كبير ما راح ندوخ نفسنا به، بس أحد أنواعه هو loose connective tissue واسم الخلية fibroblast، خلية generating the fibers يعني مولدة للفايبرز. أوكي الإكسترا سيلولار ماتيريال اللي هي المواد الخارج الخلية ممكن تكون ground substance وممكن تكون fibers. وش وقت يكون الفايبرز the most important component in the connective tissue؟ بالconnective tissue التندنز والligaments. تمام يلا هسا نشوف ان انا طبعا الملخص ما راح اسوي نفس الكورس الاول واكتب كل تفاصيل، اغلب تفاصيل المحاضره كتبتها بالملخص لانه يعني كان فتشي يعني ياخذ من وقتي هوايه وما بي هوايه استفاده. ما دام المحاضره موجوده نعتمد على المحاضره، ومن اكو باراجراف اقدر اسويه بطريقه توضح لنا اكثر او باراجراف صعب فاني اتسرعه بالماي نوتس. اوكي فالفانكشن اوف كونكتيف تيشيو، الوظائف الاساسيه للكونكتيف تيشيو، اول شيء بروفايدنج ستراكتشرال سبورت. يعني شنو؟ يعني توفر دعم تركيبي. تمام مثل شنو؟ مثل الابيثيليوم تيشيو. احنا مو قلنا انه الابيثيليوم تيشيو يكون اكو جوا كونكتيف تيشيو، فالكونكتيف تيشيو هذا يدعم الابيثيليوم تيشيو فبروفايدنج ستراكتشرال سبورت. الفانكشن الثاني انه سيرفينج اس ميديوم فور اكسشينج، تخدم كوسط لحدوث التبادل مثل البلاد. الدم هو عبارة عن connective tissue. تمام فبما أنه البلاد هو عبارة عن medium يصير بي exchanging، يصير بي تبادل for gases and nutrients، الغازات والمواد الغذائية، فبالتالي هو medium for exchange. إذن connective tissue providing structural support serving as a medium for exchange. النقطة الثالثة aiding in the defense and protection of the body، يعني يساعد بالدفاع وحماية الجسم مثل الماكروفاجز، لأنه أحد أصلا نشوف الخلايا اللي تكون الconnective tissue أحد أنواع الماكروفاجز. تمام ورقم أربعة forming a site for storage of fat، يشكل يعني موقع لتخزين الدهون، لأنه بعض يعني احد انواع الخلايا المكونه للكونكتيف تيشو هي اديبوسايت اللي هي خلايا دهنيه، فبالتالي هو كانه ده يخزن الدهون. اذا الفانكشنز اوف كونكتيف تيشو اربعه: بروفايدنج ستراكتشرال سبورت، سيرفينج از ا ميديوم فور اكسشينج، ايدينج تو ديفنس اند بروتكشن اوف ذا بودي، وفورمينج ا سايت اوف ستورج اوف فات. فورمينج ا سايت فور ستورج اوف فات. هسه راح نجي على المكون الاول للكونكتيف تيشو اللي هو الجراوند سبستانس. الجراوند سبستانس The ground substance is hydrated، يعني فتشي رطب. تمام amorphous، amorphous يعني ما عندها شكل محدد، material مادة that is composed of. مكونات the ground substance عبارة عن ثلاث مكونات. okay the ground substance عبارة عن glycose aminoglycans والproteoglycans والadhesive glycoproteins. glycose أمينو غلايكانز، تمام؟ بروتيو غلايكانز، أديسيف يعني فشي لاصق أو لاحم، غلايكو بروتينز. سهلات مو كلهم بيهم غلايكو، كلهم بيهم غلايكو. وحدة بيها اثنين غلايكو أمينو غلايكانز، وحدة بروتيو غلايكانز كأنه بروتين وغلوكوز سكر، مو صحيح؟ وهنا غلوكو بروتينز هنا بالعكس. فهسا نشوفهن. الجلايكوز أمينو غلايكانز عبارة عن نوعين، هذا المكون عبارة عن يعني عنده تفرعين سلفيتد ونان سلفيتد، واحد بيه سلفيت كبريت والنوع الثاني منه ما بيه كبريت. اللي بيه كبريت كذلك بيه عدة أنواع: كيراتان سلفيت، هيباران سلفيت، هيبارين، الكوندروشن سلفيت، and ديرمانات سلفيت. نحفظ الأسماء المواد اللي بيهن. طبعا النان سلفيت هو مكون أو نوع واحد بس اللي هو هيدرونيك أسيد، هيلورونيك أسيد، هيلورونيك أسيد. بعدين البروتيوغلايكانز
البروتيوغلايكانز هاي راح ترتبط ويا الهايلورونيك اسيد. شلون؟ كوفنتلي لينكد تو هايدرولونيك اسيد، يعني بتتساهم برابطه ويا الهايلورونيك اسيد فورمينج هيوج ماكرو مولكيولز، يكون لي جزيء جدا كبير اسمه الاجريكان اجريجيت. شنو هذا اجريجيت؟ يعني تجمع في شيء. اجريكان هو اسم الماده، تمام؟ while which are responsible for the gel state of the extracellular material. هسه احنا قلنا الاكستراسيلولار ماتيريال هي هايدريتد، تمام؟ يعني فشي رطب، وهنا دا يقول لي هي مثل الجل. منو مسؤول على حاله انه الاكستراسيلولار ماتيريال تكون مثل الجل؟ من خلال انه البروتيوغلايكانز دا ترتبط ويا النون سلفيتد جلايكو امينو جلايكانز اللي هو الهايلورونيك اسيد، يكون لي هيوج يعني عملاق ماكرو كبير مولكيول جزيء كولد اجريكان اجريجيتس، تمام؟ يعني هسه ممكن يجيني سؤال mention the component that is responsible for the gel state of the extracellular matrix in connective tissues. شنو اسم الماده المسؤوله عن حاله الجل الموجوده بالاكستراسيلولار ماتيريال؟ اجريكان اجريجيتس، هاي اسم الماده. glycoaminoglycans عبارة عن sulfated و non-sulfated. sulfated هاي المواد، و non-sulfated مادة واحدة الهيدرولونيك أسيد الهيلرونيك أسيد. ما عرف نين أجيب الدي كل مرة أقوله، تمام؟ فهنا بالمخطط extracellular components هي عبارة عن ground substance و fibers. the ground substance عبارة عن glycoaminoglycans proteoglycans وال adhesive glycoproteins، والجلايكو أمينو جلايكانز عبارة عن سلفيت ونان سلفيت أو سلفيتد ونان سلفيتد، والبروتيو جلايكانز عرفنا إنه هو عبارة عن مادة تشكل رابطة ويا النان سلفيتد جلايكو أمينو جلايكانز اللي هو الهيلورونيك أسيد، تمام؟ وهو مسؤول عن حالة الجل الموجودة بالإكسترا سيلولار ماتيريال. آخر مكون للجراند سبستانس ايش اسمه الجراند سبستانس اي الادزيف جلايكوبروتينز ار باي ار اوف فيروس تايب سم ار ريكوجنايزد فينيشلي تو ذا بيزل لامينا از ذا لامينين. يقول لي هذا متكون من عده انواع مختلفه، بعضها بشكل تفضيلي موجوده بالبيزل لامينا. بيزل لامينا اللي تقع اندر ذا ابيثيليوم تشيو اللي اخذناها اسمها اللامينين، وشفنا مرة علينا هالكلمة قبل، مو صحيح؟ or to cartilage and bone. وبعض أنواع حالاً then أحد أنواع ال adhesive glycoproteins اللامينين وين موجود بالبيزل لامينا. النوع الثاني الكوندرونكتين هذا النوع الثاني وين موجود؟ كوندرا هذا يعني cartilage، كوندرا معناه شنو؟ cartilage، تمام؟ واوستيونكتين وين موجود؟ بالبونز. ثلاث انواع، تمام؟ اذا الادزيف جلايكوبروتينز يا اما يكون لامينين او هي عده انواع. الانواع المذكوره عندنا لامينين والكوندرونكتين والاوستيونكتين. اللامينين وين موجود؟ بالبيزل لامينا. الكوندرونكتين كوندرو معناها كارتليج اللي هو غضروف، ونكتين اللي هو اسم الجلايكوبروتين هذا، واوستيو اللي هو بون اوستيونكتين، تمام؟ respectively معناها على ترتيب، يعني قال cartilage and bone chondronectin osteonectin هاي اول وحده وهي هاي اول وحده، هيك يعني respectively، تمام؟ يعني شلون احنا نقول على التوالي. المهم still others are generally dispersed throughout the extracellular material such as fibronectin. هذا النوع الرابع يقول لي موجود بكل موجود بكل الاكستراسيلولار، يعني بعض انواعها يكون متناثره بالاكستراسيلولار اللي هي فايبرونكتين. اذا صار عندي اربعه، الجلايكوبروتينز اربعه، لامينين الكوندرونكتين الاوستيونكتين والفايبرونكتين. اللامينين وين موجود؟ بالبيزل لامينا. الكوندرونكتين موجود بالكارتليج. الاوستيونكتين موجود بالبونز، تمام؟ والفايبرونكتين يكون ديسبيرد منتشره بالاكستراسيلولار ماتريكس، تمام؟ هسه الفايبرز اوف كونكتيف تيشو خلصنا من الباكي جراوند سبستانس، احنا مو هاي الجراوند سبستانس انتهينا منها، خلصنا الجلايكو امينو جلايكينز والبروتيو جلايكانز وال
أديسف جلايكوبروتين. هسا راح نحكي على الفايبرز. من نخلص الفايبرز يبقى لنا السيلز بس. تمام؟ تمام. يلا بسم الله. الفايبرز، الفايبرز عبارة عن ثلاث أنواع. الفايبرز هو عبارة عن شنو؟ elongated structures، يعني عبارة عن تركيب طويل أو متطاول. okay. formed from proteins that polymerize after secretion from الفايبروبلاستس. شنو معنى هالكلام؟ هي مو قلنا elongated structures، تمام، تركيب طويل. okay. formed، منين متكون؟ from proteins، متكون من البروتينات. that polymerize after secretion from fibroblasts، يعني الفايبروبلاستس هذا، تمام، راح تنتج لي بروتينز. هاي البروتينز يصيرها بوليمرايز. بوليمرايز احنا مو قلنا بوليمرايز اللي هي عمليه التقاء المونومرز، التراكيب الصغيره، تمام. بعد ما يتم افرازها يصير لها عمليه بوليمرايز، بالكورس الاول ذكرناها، ويكون لي بروتينز. هاي البروتينز تكون لي فايبرز. تمام، عندي ثلاث انواع من الفايبرز: كولاجين، ريتيكولار، والاستيك فايبرز. اول نوع اللي هو الكولاجين، الكولاجين فايبرز. كولاجين فايبرز ار ان الاستيك. الاستيك يعني فشي نفس الاستيك، يعني شنو؟ مرن او قابل للشد، تمام. فهي ان الاستيك يعني غير مرنه. اوكي. اند بوسس جريت تنسايل سترينث، عندها قوه شد كلش قويه. ايتش فايبرز از كومبوزد اوف فاين سب يونيتس. كل فايبر، كل ليف، اوكي، كومبوزد اوف فاين سب يونيت، متكون من وحدات صغيره. ذا التروبوكولاجين مولكيولز، شنو اسم الوحدات الصغيره المتكون من عندها ايتش فايبر؟ تروبوكولاجين مولكيول. تروبوكولاجين مولكيول كومبوزد اوف 3 الفا تشينز. تمام، اذا عندي بالكتابه مالتي اسهل. كولاجين، تمام، الكولاجين each fiber متكون من tropocollagen molecule. tropocollagen molecule each tropocollagen molecule متكون من 3 alpha chains. تمام، ويقول لي أنا عندي 20 types of collagen fibers، 20 نوع من ألياف الكولاجين. vary in amino acid sequence and their alpha chains. يعني شنو اللي يكون لي 20 نوع مختلف؟ يقول لي هما متنوعين بالأمينو أسيد، بالأحماض الأمينية مالتهم، يعني بالسيكونس مالها، بترتيبها، وكذلك بالألفا تشينز. فمن الأنواع ذكر لي أمينو أسيد أربع أنواع: الجلايسين أو جلايسين، البرولين، الهيدروكسوبرولين، والهيدروكسولايسين، هيدروكسيلايسين. تمام، هاي بالنسبة للأمينو أسيد المنتشرة بيها. كذلك بالنسبة الكولاجين عندي 6 انواع، 6 major collagen types، يعني 6 انواع رئيسيه من الكولاجينز. تمام، 6 انواع. نبدي بالنوع الاول، نقرا من انا اسهل. the in connective tissue proper skin bone dentin the cementum resistance to tension. النوع الاول من الكولاجين، النوع الاول من الكولاجين وين موجود؟ موجود بالكونكتيف تيشو بروبر، يعني هو فشي اسمه الكونكتيف تيشو بروبر. كذلك موجود بالسكن، بالبشره، بالبون، بالعظام، الدنتن اللي هو الاسنان، السمنتوم اللي هو شنو السمنتوم، الجزء الموجود اسفل السن. تمام، يعني جزء من اجزاء السن اللي قريب من اللثه. يعني الكولاجين تايب 1 نوع هذا وين موجود؟ اماكن لازم نحفظها. تمام، شنو يعني الفتشي المميز بيه؟ انه هو resistance to tension، يقاوم الشد. البروبر connective tissue proper قلنا يعني هي الشكل المثالي او المسائد من connective tissue. السكن مقاومة للشد، البون مقاوم للشد، دنتن، الاسنان، السمنتم. هاي السمنتم والدنتن يعني متشابهة، صح؟ والدنتن عبارة عن بون، هاي حفظنا ثلاثة، والسكن والبروبر connective tissue. خلصت type 1. type 2 ان هايلين اند الاستيك كارتليج. هايلين اللي شفناها شفناها بال فيرست ليكتشر اوف اناتومي، اول محاضره تشريح، اللي هو الجزء اللي كان يغطي الغضروف، اللي يغطي الغضروف اللي يغطي العظم، مو كان هيك العظم،
وهنا اكو ماده قلنا ملساء لونها ازرق هي هاي الهايلين تمام اند الاستيك كارتليج وكذلك موجود بالغضاريف اللي تحدث لها عمليه مرونه تحدث لها عمليه شد resistance to pressure يقاوم الضغط إذا النوع الأول يقاوم الشد النوع الثاني يقاوم الضغط النوع الثاني متخصص بالغضاريف هايلين والإلاستيك كارتليج أوكي النوع الثالث الريتيكولار فايبرز من راح نشوف الفايبرز الثاني أكو نوع اسمه الريتيكولار فايبرز كولاجين فايبرز والنوع الثاني الريتيكولار فايبرز فالريتيكولار فايبرز كذلك يحتوي على تايب 3 of كولاجين structural maintenance of expansible organs like skin muscle blood vessels هذا موجود بالبعض يعني اجزاء الاورجنز اللي هو اعضاء الجسم اللي تحتاج اللي يعني تحتاج شنو تحتاج expansible يعني شنو يعني flexible يعني مرونه وقابله للشد تمام قابله للتوسع خلينا نقول مثل البلاد فيسلز يعني البلاد فيسلز مثل ما نعرف من يضخ بها الدم فهي تكبر شويه وتصغر المسلز المسلز شنو يحدث لها يعني تتحرك اساسا المسلز اكثر شيء يتحرك والسكن بدنا نلاحظ السكن بها تايب 1 اللي هو يكون مقاوم للشد وبها تايب 3 كذلك اللي هو مقابل للحركه تمام يعني اكثر الجزء الواحد ممكن يكون باكثر من تايب من الكولاجين تايب 4 وين موجود باللامينا دنسا of the basal lamina احنا مو قلنا البيزل لامينا بال under epithelium tissue عبارة عن لامينا دنسا ولامينا رارة اوكي فبيها type 4 of collagen support the epithelial tissue the epithelial cells ووظيفتها الفلتريشن تحدث فلتر type 5 وين موجود placenta fetal tissues skin شوف السكن صار كم type بيها associated with type 1 collagen تايب 5 وين موجود بالبلاسينتا والفيتال تيشوز تمام موجود بالبلاسينتا اللي هي المشيمة وكذلك بأنسجة الجنين وموجود بالسكن وطبعا يكون بالارتباط ويا تايب 1 يعني تايب 5 تايب 1 متعاونين بالسكن اوكي وشلون نحفظ هنا الخمسة تايب 5 البلاسينتا والفيتال تيشوز اشياء متعلقة بالجنين البيبي يكون على شكل كرة بطن أمه تشبه الخمسة وبالتالي type 5 of collagen موجود بالبلاسينتا وفيتال تيشوز وبالسكن إذن السكن عندي خمسة وثلاثة وواحد تمام هذين يكونهن types of collagen presence in the skin type 6 هنا مو لازم يكون بس اي واحدة ليش حطين اثنين يمكن خطأ ما طبع لأنه هاي خمسة وبعدين هاي ستة المهم attaching to the basal lamina of the lamina reticulars يعني basal lamina يعني type 4 وtype 6 كذلك بيناتهم association لأنه اثنيناتهم بهم basal lamina تمام هذا بالنسبة للcollagen fibers إن الcollagen fibers هي inelastic هي غير قابلة للشد وقلنا possess great tensile strength و each fiber composed قلنا of fine subunits اسمها tropocollagen molecule هاي التروبوكولاجين بيها 3 ألفا chains 3 سلاسل ألفا wrapping around each other يعني ملتفة حول بعضها in helical configuration بشكل أو تركيز helical اللي هو حلزوني تمام وقلنا عندي about 20 different type of collagen fiber are known عندي 20 نوع تقريبا مختلف من الكولاجين fibers و vary in amino acid sequence وشلون مختلفات بترتيب الأحماض الأمينية والألفا chains مالتن وقلنا انه اكثر الامينو اسيد شيوعا الجلايسين او الجلايسين برولاين الهيدروكسي برولاين والهيدروكسي لايسين تمام وشفنا اكو 6 ميجر تايبس اوف كولاجين قلنا تايب 1 و 2 3 و 4 و 5 وعرفنا بشنو متخصصات تايب 1 مقاوم للشد موجود بالاشياء القويه الكونكتيف تيشيو بروبر بون دنتن والسمنتم وكذلك بالسكن تايب 2 وين موجود تايب 2 اختصاص غضاريف موجود بالهايلين وبالإلاستيك كارتليج تايب 3 موجود بالريتيكولار فايبرز تمام كذلك موجود بالسكن والمسل والبلاد فيسلز تايب 4 موجود باللامينا دنسا وبالبيزل لامينا تايب 5 وين موجود بلاسينتا وفيتال تيشوز وكذلك بالسكن وعنده اسوسيشن ويا تايب 1 تايب 6 موجود بالبيزل لامينا and the lamina to the sorry
attached to the basal lamina to the lamina reticularis. هذا بالنسبة للنوع الأول اللي هو الكولاجين فايبرز. النوع الثاني اللي هو الريتيكولار فايبرز. ريتيكولار فايبرز، ريتيكولار يعني فتشي شبكي. فالريتيكولار فايبرز found in delicate connective tissues، موجود بالconnective tissue جاي delicate يعني متشابكة بعضها، okay of many organs notably in the immune system. Reticular fibers consist mainly of collagen type 3 which form an extensive network اللي هو reticulum of thin diameter من 0.5 إلى 2 micrometer fibers for the support of many different cells. يعني شنو reticular fibers؟ reticular يعني فتشي متشابك، فتيجي جاي نفس الشبكة. فبالتالي وين موجود؟ يقولي موجود بالdelicate connective tissue، بالconnective tissues المتشابكة of many organs بعدة أعضاء. بصورة واضحة جدا هو موجود بالimmune system بالجهاز المناعي، ومتكون بصورة رئيسية من collagen type 3. okay لأنه هذا collagen type 3 form an extensive network اللي هو reticulum of thin، طبعا الدياميتر ماله يعتبر جدا يعني رفيع من 0.5 إلى 2 micrometer fibers for the support of many different cells بحيث يدعم عدة خلايا مختلفة. Reticular fibers produced by fibroblast occur in the reticular lamina of the basal membrane. يقول لي ال reticular fibers تمام اللي بدنا نحكي عنها منين يتم إنتاجها؟ من الفايبروبلاست، من ال generating for fibers occur in the reticular lamina الموجودة بالreticular lamina، حكينا عليها بالfirst lecture okay of the basement membrane، وهذا كلام جاي قبل. and typically also surround adipocytes smooth muscle nerve fibers bone marrow spleen lymph nodes and small blood vessels. هاي الأماكن اللي تتواجد بيها الreticular fibers surround adipocytes يعني تحاوط الخلية الدهنية smooth muscles العضلات الملساء تمام and nerve fibers الألياف العصبية bone marrow نخاع العظم spleen اللي هو الطحال lymph nodes تأكدوا lymph nodes اللي هو الخلايا اللمفاوية and small blood vessels. okay هذا بالنسبة لي الreticular fibers ما بيهو حكي سهل. بعدين نجي على الإلاستيك فايبرز. الإلاستيك فايبرز طبعا واضح من اسمها انه هي عكس الكولاجين فايبرز، لانه الكولاجين فايبرز قلنا هي ان إلاستيك، اما هاي إلاستيك. إلاستيك فايبرز are also thinner than type 1 collagen fibers. هي انحف يعني او ارق اقل سمك من النوع الاول من الكولاجين فايبرز and forms spares network inspired with collagen bundles in many organs. الإلاستيك فايبرز يعني تشكل يعني ألياف متفرقة، شبكة ألياف متفرقة ومنتشرة من بحزم كولاجين بعدة أعضاء. particularly those subject to regular stretching or bending. طبعا بأكثر أماكن يعني واضحة يتواجد بيها بالأماكن اللي تحتاج شنو stretching يعني تمدد وbending يعني stretching وbending يعني الحركة، ماكو حركة تمدد والتقلص. these fibers are highly elastic. هاي عبارة عن يعني بها نسبة مرونة جدا عالية، so ممكن تتمدد 150% من طولها. okay يعني مثلا إذا طولها 3، إذا مثلا طولها 3 سنتيمتر على سبيل المثال، 150% يعني ضعف ونص، يعني 7.5 يعني بدل ما طولها 3 سنتيمتر ممكن توصل 7.5 سنتيمتر بدون ما شنو، بدون ما يحدث لها any breaking، بدون ما تنكسر أو يحدث بها يعني شروخ. this elasticity is due to protein elastin. okay هسه معلومة مهمة، الإلاستيسيتي مالتها هاي المرونة اللي عندها بسبب شنو؟ بسبب وجود بروتين، هذا بروتين اسمه إلاستين تمام. إذن إلاستيسيتي بروتين إلاستين، كذلك بيها ستيبلتي اللي هي الثبات والدعامية مالتها بحيث انه ما تنشلع. due to the presence of micro fibrils تمام. إذن عندي إلاستيسيتي والستيبلتي، لازم نعرف الإلاستيسيتي due to وجود منه وكذلك الستيبلتي. الإلاستين is amorphous material. الإلاستين هذا البروتين اللي يعطيني الإلاستيسيتي مالتها
هو يقول لي عبارة عن amorphous material، يعني مادة عديمة الشكل. okay whose main amino acid components are glycine, proline and lysine. البروتين هذا مو كل بروتين متكون من أمينو أسيد، الأمينو أسيد المتكون منها غلايسين، برولين واللايسين. أوكي بيجي نكون خلصنا الإكسترا سيلولار ماتيريالز تمام من الكونكتيف تيشيو. بعد عندنا السيلز أوف كونكتيف تيشيو، هما كم خلية طبعا يعني بيهن هواي كلام وبيهن أكو بعض أنواع كلام قليل. أول شيء الفايبروبلاست اللي حكينا عنها قبل اللي هي generating fibers تمام، والأديبوسايت cells خلايا دهنية. إذا المونكيز هاي اللي شفناهم بالصورة ممكن تكون fibroblast، ممكن أديبوسايت، ممكن مايكروفاجز كذلك إحنا حاطين عنها بالإميون سيستم. بلازما سيلز مو غريبة علينا، ليكوسايتس، ليكو أبيض أخذناه بالترمينولوجي، ماست سيلز كذلك حاشين عنها. انتهينا، يعني كم خلية عندي؟ 6 أنواع خلايا ممكن تكون متواجدة بالكونكتيف تيشيو. بسم الله نبدي بالفايبروبلاست. فايبروبلاست the most abundant and most widely distributed resident cell of the connective tissue، أكثر نوع متواجد وأكثر نوع منتشر. طبعاً resident cells لأنه الخلايا أساساً أهم عندها resident، يعني خلايا دائماً موجودة بالconnective tissue، وأكو خلايا تجي للconnective tissue من برا، فهذا النوع الخلايا الموجود أساساً بالconnective tissue. okay are derived from undifferentiated mesenchymal cells and synthesize the extracellular material of connective tissue. undifferentiated mesenchymal cells يعني من الخلايا، هاي نوع الخلايا الموجود يعني يشمل الخلايا الموجودة بالجنين اللي حكينا عنها. undifferentiated يعني غير متمايزة، يعني هي جتي من الخلايا غير متمايزة، وكذلك هي تصنع extracellular material اللي هي fibers والباكجراوند أو الground substance. fibroblast may occur in either an active state or quiescent state أو quiescent state. تمام، يعني الفايبروبلاست هاي ممكن تكون active أو الquiescent state اللي يعني not active، إذا ممكن تكون نشطة أو ممكن تكون غير نشطة. some histologists differentiate between them calling the quiescent site fibrocyte. اوكي فبعض علماء الانسجه يعني حتى يفرقون بيناتهم الخلايا الفايبروبلاست الانكتيف المو نشطه يسموها فايبروسايت، يعني مو فايبروبلاست ما تنتج الفايبرز، لا هي بس خليه فايبر. تمام، هسه بالنسبه بالاكتيف فايبروبلاست، الفايبروبلاست النشيطه often reside in close association with كولاجين باندلز، طبعا دائما تكون متواجده قريب الحزم الكولاجين. اوكي where they lie parallel to the long axis to the of the fibers، يعني موجوده بصوره توازي المحور الليف تمام الفايبر. such fibroblasts are elongated تمام fusiform cells possessing pale staining cytoplasm. طبعا السيتوبلازم مالتها مال هاي الخليه يكون pale staining، يعني التصبغ ماله شاحب، which is often difficult to distinguish from collagen when stained with hematoxylin and eosin. hematoxylin والايوسين هاي الصبغه اللي نصبغ بها الخلايا قبل ما نخليها بالمجهر، فبهاي الصبغه السيتوبلازم مال الخليه يكون شاحب ما يكون واضح تحت المجهر. The nucleus ده نحكي عن الخلية، نواة الخلية هاي is darker stained، يعني شلون التصبغ مالته بلون أغمق، و large granule ovoid containing a well defined nucleolus، يعني نواة الفايبروبلاست يكون darker stained ويكون كبيرة large granule يعني حبيبية، و ovoid ممكن تكون كذلك بيضوية،
وتحتوي على well-defined nucleolus، يعني نوية قابلة للتمييز، يعني ممكن تأشر عليها تقول ليش النوية. هذا بالنسبة لللايت مايكروسكوب. بالنسبة للإلكترون مايكروسكوبي reveals a prominent Golgi apparatus and abundant rough in the plasmic reticulum in the fibroblast. يعني شنو؟ يعني منطقي من أشوف بالإلكترون مايكروسكوب، تمام؟ طبيعي راح ألاحظ أكو هواي Golgi apparatus، يعني أكو جهاز Golgi. ليش؟ لأنه هاي خلية تنتج لي بروتينات مثل ما قلنا، تنتج لي الإكسترا سيلولار ماتيريال، فبالتالي لازم يكون عندها Golgi apparatus وكذلك الرف عند بلازميك ريتيكولم، لأنه مثل ما أخذنا بال اللي هي شبكة الأندوبلازمية الخشنة اللي أخذناها بالكورس الأول، هاي اللي تقوم بإفراز المواد للخارج، especially when the cells is actively manufacturing matrix as in wound healing. يعني بالأخص بالخلايا من تكون يعني بحالة إنتاج يعني متواصل لهاي المادة، مثل wound healing، مثل عملية التئام الجرح، لازم هاي الخلايا تقوم تنتج هواية، فبالتالي يكون الرف إندوبلازميك ريتيكولم والجولجي أبريتوس كلش واضح. يقول لي in contrast to active fibroblast، بالتناقض ويا الفايبروبلاست النشطة، inactive fibroblast اللي هي العلماء سموها fibrocytes are smaller، يكون حجمها أصغر و more ovoid وأكثر بيضوية، and possess an acidophilic cytoplasm. cytoplasm مالتها شبه حمضي، تمام؟ their nucleus is smaller elongated، النواة مالتها يكون أصغر ومطولة أكثر، and more deeply stained، أوكي، وأكثر متصبغة. بالإلكترون مايكروسكوبي reveals spares amount of rough endoplasmic reticulum but abundant of free ribosomes. طبعا عندي يعني الرف endoplasmic reticulum مالتها يكون شنو، يعني منتشر وقليل، منتشر يعني مو بكثرة مثل الاكتيف فايبروبلاست، بس يكون عندي وفرة بالفري ribosomes، تمام. لأنه أساسا الريبوسومات وين تروح؟ لأنه ماكو هواي شبكة endoplasmic خشنة، راح تكون منتشرة. الفايبروبلاست are targets for many families of proteins called growth factors. يعني الفايبروبلاست هاي هدف لعدة بروتينات اسمها growth factor، عوامل النمو. that influence cell growth and differentiation. growth factors هاي هي اللي تأثر على نمو الخلية وتمايزها. in adults بالبالغين connective tissue fibroblasts rarely undergo division. الفايبروبلاست هاي بالconnective tissue نادرا ما يحدث لها عملية انقسام. However, stimulated by locally released growth factors من يتم تحفيزها عن طريق growth factors، يعني بتواجد محلي يعني من داخل الجسم، cell cycling and meiotic activity resume when the tissue require additional fibroblast. ممكن إذا بتحفيز من بعض الgrowth factor وبعض حالات اللي يدخل بها النسيج، يتطلب إنتاج fibroblast for example to repair a damaged organ، يعني من تتم عملية تصليح أو ترميم جزء يعني حدث به ضرر، فيتم يحدث شنو، انقسام للfibroblast. myofibroblast represent transitional modification of fibroblast. يقول لي بعض الفايبروبلاست، بعض هاي الخلايا يحدث لها تحور ينتج لي مايا فايبروبلاست، تمام؟ شلون يكون شكلها؟ بالإلكترون مايكروسكوبي however reveals that مايا فايبروبلاست have bundles of actin filaments and myosin. عندها مركب أضافي هاي أنواع من الفايبروبلاست، عندها شنو؟ actin filaments and myosin. Myofibroblasts are abundant in areas undergo wound healing. التئام جروح متوفرة بكثرة. Where they function is wound contraction. وظيفتها المايوفايبروبلاست. مايو من جاي من فتشي عضلة، يعني أكيد فتشي بحركة، تمام؟ فقولي بالwound contraction من يتم عملية يعني تقلص الجرح، يكون وظيفة منه المايوفايبروبلاست. وكذلك they also found in the periodontal ligament بالأربطة اللثوية where they probably assist in tooth eruption اللي هو عملية بروز الأسنان، مو يحدث نفس الجرح وبعدين، فلازم يكون بالأربطة اللثوية. كذلك عندي مايا فايبروبلاست. خلاص المايا فايبروبلاست. الأديبوسايت
أو الأديبوز سيلز اللي هي نفس الخلايا الدهنية، نفس الفات سيلز، نفس الأديبوسايتس are derived from undifferentiated fibroblasts like mesenchymal cells. تمام. Adipocytes are fully differentiated. طبعا الأديبوسايت يعني متميزة بشكل كامل and do not undergo cell division، وما يحدث لها انقسام خلوي. That function in synthesis, storage and release of fat triglyceride. وظيفتها هي صناعة وتخزين وإفراز الدهون اللي تحتوي على ثلاث جلسرين تريجلسرايد. تمام. طبعا هنا ممكن يخربطنا، ممكن يكون مونو، ممكن يكون داي، انتبه انه تري ثلاثي. There are two types of fat cells. عندي نوعين من انواع الخلايا الدهنية، which constituent two types of adipose tissues. يعني عندي نوعين من الخلايا الدهنية، كل نوع من الخلايا الدهنية ينتج لي نسيج دهني مختلف عن الثاني. شلون يعني؟ بعض أنواع الخلايا cells with a single large lipid droplets. بعض أنواع الخلايا يكون بيها قطرة دهنية واحدة وكبيرة، اسمها شنو؟ unilocular fat cells. يوني واحدة. هذا الخلايا الدهنية اللي بيها one droplet، بيها قطرة واحدة، يكون لي الوايت أديبوز تيشيو، النسيج الدهني الأبيض. وبعض أنواع الخلايا الدهنية يكون بيها multiple small lipid droplets، يعني عدة قطرات صغيرة من الدهون، أسميها multilocular fat cells. هذا فورم تكون لي البراون أديبوز تيشيو، يعني اليونيلوكيلر تكون لي الوايت، المالتي لوكيلر تكون لي بلو براون. وايت فات is much more abundant from brown fat. يقول النسيج الدهني الأبيض متوفر بكثرة أكثر بهواي من البني. أوكي. هسه الأديبوسايتس of white fats are large spherical cells. الأديبوسايت of white fat اللي يكون بيها one large droplet is large spherical cells، يعني خلية كروية كبيرة up to 120 micrometer in diameter. Uninuclear fat cells continuously store fats in and form of a single droplet. تمام. إذن قلنا اليونيلوكيلر مو بها يعني قطرة واحدة، فهي شو تسوي؟ store fat، تخزن هاي الدهون، which enlarge so much that the cytoplasm and nucleus are displaced peripherally against the plasma membrane. هاي القطرة الوحدة الكبيرة الموجود باليونيلوكيلر تدفع السيتوبلازم والنواة إلى يعني لشكل غشاء الخلية، يعني يكون هيك شكل الخلية، يكون مو هاي الخلية، هنا صايرة النواة وهنا صاير السيتوبلازم، وهذا كله عبارة عن شنو؟ قطرة الدهن الكبيرة. تمام. هذا كله عبارة عن قطرة الدهن الكبيرة هيك بحيث تدفعه. اوكي. thus giving this cell a signet ring. اسمها يعني يسموهم كانوا فتيش بهالحلقة signet ring profile when viewed by light microscope، لانه باللايت مايكروسكوب بالمجهر الضوئي اللي عندنا بالمختبرات هيك شكلها. Electron microscope reveals a small Golgi apparatus situated adjacent to the nucleus. بالإلكترون مايكروسكوب يقول لي أكو Golgi apparatus موجود قريب من النواة من النيوكليوس. Only a few mitochondria، بعض الميتوكندريات القليلة، وكذلك عندي spare rough endoplasmic reticulum but an abundance of free ribosome، بس عندي كثرة بالريبوسومات الحرة. هذا شكل الـ connected tissue، كان مفروض أشوفكم من البداية، عبارة عن extracellular material و resident cells. الـ extracellular material عبارة عن ground substance والـ protein fibers و resident cells. fibroblasts عرفناها والـ adipocyte عرفناها، مقن الخلايا الباقية. As a multilocular adipocyte contrast with unicellular adipocyte in several ways. يقول لي المالتيلوكيلر اللي هي الأديبوسايت اللي بيها عدة قطرات تتناقض أو تتعارض ويا الأديبوسايت اللي عندها قطرة واحدة بعدة أمور. ف
First, أول شيء, the brown fat cells are smaller and more polylogal than white blood cells. The brown fat cells شكلها أصغر وأكثر مضلع من ال white fat cells. Moreover, because the brown fat cells store fat in a small droplet rather than, لأنه الخلية البراون, الخلية الدهنية البنية, تخزن الدهون بعدة قطرات. The spherical is not squeezed up against the plasma membrane. من تكون من عدة قطرات بحيث النيوكلياس ما راح تندفع للبلازما ممبرين, يعني ممكن تكون بين القطرات. تمام. Multilocular fat cells contain many more mitochondria but fewer free ribosomes. يعني بالmultilocular عندي أكثر mitochondria من الثانية اللي هي uninuclear, بس ذي عندها أكثر mitochondria. تمام. But fewer free ribosomes than unilocular fat cells. يعني هسه المالتيلوكيلر عندها شنو أكثر شيء؟ ميتوكندريا أكثر. تمام. ريبوسومات أقل. تمام. والبراون fat cells عندها شنو؟ الرف اندوبلازميك ريتيكولم لاك, يعني قلة. Okay, they do have smooth endoplasmic reticulum, بس عندهم smooth endoplasmic reticulum. ممكن هنا تسوون جدول. أنا ما سوي جدول, فوتتني صار فتا سوي جدول لها, بس هو سهل, مجرد جدول بسيط ترتب بيه المعلومات هذني. تمام. النوع الثالث من السيلز اللي هو الماكروفاجز. الماكروفاجز يقول لي هو derived from bone marrow, يعني جاية من نخاع العظم. Precursors cells called monocytes, يعني جاي من أسلاف, من نوع من أنواع الخلايا المونوسايتس that circulate in the blood. تمام. These cells across the epithelial wall of the small blood vessel to enter connective tissue. هاي الماكروفاجز موجودة, يعني قلنا هي موجودة من نخاع العظم. تمام. من المونوسايت جاية من نخاع العظم, بعدين تمشي بالدم وبعدين تعبر جدار الإبيثيليال, epithelial wall من ال small blood vessel, وبالتالي تدخل ال connective tissue where they differentiate و mature and acquire the morphologic features of the phagocytic cells. شو يحدث لها من تجي لل connective tissue؟ يحدث لها تمايز وتنضج, وكذلك تكتسب الخاصية اللي هي عديمة الشكل الموجودة بالفاغوسايتيك سيلز. تمام. because macrophages are active phagocytes, لأنه الماكروفاجز هي عبارة عن, يعني الفاغوسايت تذكروها من قلنا يعني أكل, يعني خلية آكلة, لأنه هي نشطة. they function in removing cellular droplets or other particular material, يعني هي بما أنه هي نشطة إذن هي فعالة بأنه تزيل حطام الخلايا أو بعض المواد الثانية. being specially abundant at site of inflammation and in the protecting the body against foreign invaders. يتواجد بكثرة طبعا بالموقع اللي بيه التهاب, وكذلك من الجسم يتعرض لأي غزو خارجي. a typical macrophage measure between من 10 إلى 30 micrometer in diameter. حجمها الطبيعي أو محيطها الطبيعي من 10 إلى 30 micrometer and has an oval or kidney shape nucleus. عندها النواة مالتها يا اما يكون كروي او بيضوي او على شكل الكدني, على شكل كلى. Their cell surface is uneven, varying from short blood projections to finger like filopodia. السطح مالتها مو متساوي, ممكن يكون عندي نتوءات قصيره وحاده, او ممكن تكون بهذا الشكل finger like فيلوبوديا, اللي هي هيك شكلها, يعني تشبه هذني. تمام. اللي هي عندها هاي الاشياء. especially in active macrophages as a consequences of cell movement and phagocytosis. بالذات بالماكروفاجز النشطة, لانه يعني هاي النتيجة لانه الخلية هاي هواي تتحرك وهواية تهضم اشياء. تمام. as a consequence of cell movement and phagocytosis. بالإلكترون مايكروسكوب ستاديز demonstrate a well developed Golgi apparatus
permanent rough endoplasmic reticulum. عندي جولجي أوبريتس متطور، كذلك عندي توافر للشبكة الأندوبلازمية الخشنة، وكذلك عندي وفرة باللايسوزومات، موضوع طبيعي باعتبار أنه يتأكل الأشياء. That appear as a small dense granule in light, light micrographs. تظهر بشكل حبيبي صغير ولون غامق. Macrophages are present in the connective tissue for most organ and are sometimes referred to as pathologies of histiocytes. لها اسم ثاني histiocytes نحفظه. They have different names in various organ. For example, طبعا الماكروفاجز من يكون بأعضاء مختلفة أسميه أسماء مختلفة. شلون يعني؟ خلينا نشوف الأمثلة وين خليتها. هنا أنا. مثلا الماكروفاجز هاي الخلية من تكون بالليفر بالكبد أسميها كبفر، من تكون بالسنترال نيرفس سيستم أسميها مايكرو جليال، من تكون بالسكن أسميها لانجرهانز، من تكون باللانج أسميها داست سيلز، من تكون بالبون أسميها الأوستيوكلاتس. تمام؟ يعني هي نفس الماكروفاجز باختلاف العضو الموجود بها يتغير اسمها. All are long living cells. طبعا تعيش فترة طويلة، ممكن تعيش لأشهر عديدة هاي الخلية. The transformation from monocytes to macrophages in connective tissue. عملية تطورها من monocytes، تمام، اللي هي موجودة بالبون مارو، إلى الماكروفاجز in connective tissue. Involve شنو؟ تحتوي هاي العملية. Increase cell size، يعني يزيد حجمها. يزيد protein synthesis، يعني يزيد تصنيع البروتين. يزيد العدد مال Golgi complexes، يزيد عدد اللايسوزومات. هاي عملية تطورها من monocyte إلى macrophages. أوكي؟ النوع الرابع من البلازما سيلز، تحملوا مبقى المحاضرة. النوع الرابع البلازما سيلز. Although plasma cells are scattered throughout the connective tissues، إذن هي منتشرة بالconnective tissue، they are present in largest number in areas of chronic inflammation. يعني هي منتشرة بكل connective tissue، بس أكثر يعني موجودة وين متركزة؟ بالأماكن اللي بيها التهاب مزمن. And in areas with foreign substances or microorganisms have entered the tissue. Or يعني أو بالأماكن اللي بيها مواد غريبة أو يعني شنو يعني الدواخل جاي من برا الجسم إلا. This differentiated cell، هاي الخلايا المتمايزة. Which are derived from B lymphocytes. يعني هسا يجينا السؤال، البلازما سيلز متمايزة من شنو؟ B lymphocyte. الماكروفاجز من شنو؟ المونوسايت. Okay. That have interacts with antigen, produce and secrete antibodies and responsible for the hormonal mediated immunity. يعني شنو؟ انه هاي شنو وظيفتها الاساسية؟ انه هي تتفاعل ويا الانتيجين. انتيجين اللي هو العلامة المميزة لاي شيء، للاشياء الجاية من برا الجسم. وكذلك هي تنتج وتفرز الاجسام المضادة الانتيبوديز. And are responsible، هي كذلك مسؤولة بالهيومورال mediated immunity. إيش نهاية اللي هي المولكيولز الهيومورالي، اللي هي يعني فلويد، اللي هو يعني سوائل الجسم. تمام؟ فهاي الانتيبوديز والأجسام اللي الجسم يستخدمها بحيث يدافع عن نفسه تفرز داخل السوائل. فنوع الاميونيتي هذا أسميه هيومورالي ميدييتد، يعني اميونيتي يعني المواد المفروزة بسوائل الجسم. المهم هاي اسم المناعة. These relatively large ovoid cells، هذا شكل الخلايا اللي دياميتر مالها 20 micrometer in diameter with an eccentrically placed nucleus. يعني شنو eccentrically؟ بالمجال الطبي معناها فشي بعيد عن المركز، يعني النواة مالتها بعيدة عن المركز. تمام؟ have basophilic cytoplasm rich in rough endoplasmic reticulum and large Golgi apparatus near to the nucleus. عندها السيتوبلازم مالتها قاعدي وغني بالشبكة الاندوبلازمية الخشنة، وكذلك عندها الجولجي apparatus مالتها كبير ويكون قريب من النيوكليوس،
ويظهر بشكل شاحب pale in routine histologic preparation أثناء يعني يظهر بشكل شاحب أثناء التحضيرات للنسيج قبل ما نشوفه بالمجهر. That have a relatively short lifespan من دورة حياتها يعني قصيرة من أسبوعين إلى 3 أسابيع. تمام، هاي بالنسبة للبلازما سيلز. آخر نوعين خلايا وأنتوا سالمين. النوع الخامس هو الليكوسايتس. الليكوسايتس الليكو يعني أبيض وسايت خلية، فهي عبارة عن white blood cells. تمام، that circulate in the bloodstream. However, they frequently migrate through the capillary wall to enter the connective tissue. تعبر من خلال الشعيرات، جدران الشعيرات لتدخل إلى connective tissue, especially during inflammation when they carry various function. تمام، بالذات بالالتهاب. Most leukocyte function in connective tissue only for a few hours or days and then undergo apoptosis. يعني هي مجرد تدخل للساعات القليلة أو الأيام القليلة الأولى من الانفلاميشن يحدث، بعدين يعني يحدث لها شنو self dying، يعني تقتل نفسها بنفسها، apoptosis. آخر نوع خلايا mast cells. Mast cells هي عبارة عن overall irregular shaped، شكلها بيضاوي أو غير منتظم. Cells of connective tissue between 7 إلى 20 micrometer in diameter, filled with basophilic secretory granules، مملوءة بالحبيبات إفرازية قاعدية، which often obscure the central nucleus. تمام، وبالتالي تغمر بالنواة المركزية. These granules are electron dense and of a variable size. يعني هاي الجرانيولز الحبيبات اللي تغمر النواة بالمركز يكون يعني كثيفة بالالكترونات وكذلك مختلفة بالحجم، ranging من 0.3 إلى 2 من 0.3 إلى 2، يعني شوف الاختلاف بالحجم كلش كبير، micrometer in diameter بالمحيط مالته. Like macrophages, mast cells originated from the progenitor cells of the bone marrow. يعني mast cells والmacrophages من البون مارو، which circulate in the blood across the wall of small vessels called venules. الفينيولز اللي هي نوع من أنواع الأوعية الدموية الصغيرة، and interconnective tissue where they differentiate، وكذلك يحدث لها تمايز بالconnective tissue. Mast cells function in the recognized reveals of many bioactive substances important in the local inflammatory response, innate immunity and tissue repair. Mast cells تفرز عدة مواد، تمام، موضعية. هاي المواد تساهم باللocal inflammatory response، بالاستجابة المحلية للالتهاب، بالإنيت إميونيتي المناعة الفطرية، وكذلك بالتشيو ريبير اللي هي عملية إصلاح الأنسجة. فتفرز جماد 1 2 3 4 5 مواد، أو من ضمنهن 5 مواد: هيرابين، هستامين، السيرين بروتيسز، الإيوزينوفيل والسيتوكينز. الهيرابين والهستامين ذني معروفات، الهيرابين سلفيد غلايكو أمينو غلايكانز. تمام، glycoaminoglycans that acts locally as anticoagulants. يحدث anticoagulants يعني عامل مضاد التخثر، ما يخلي الدم يتخثر بالمكان، يعني mast cell مثلا صار التهاب معين، فهي راح تمنع الدم من انه يتخثر حتى لا يوقف. من الدم ما يتخثر يجري، فبالتالي تجي antibodies جديدة وتحارب الالتهاب، فهذا شغل منه الهيرابين. الهستامين هذا معروف، شو يسوي الهستامين؟ يخلي مثلا من تصير كدمة أو التهاب مكان مو يورم ويصير أحمر. ليش يورم ويصير أحمر؟ ويورم لأنه صار بأكثر سوائل، لأنه مادة الهستامين تخلي الفاسكولار اللي هو الأوعية الدموية تزيد نفاذية الغشاء مالتها، وبالتالي يعني استقبل سوائل وفرازات أكثر. وكذلك السموث مسل كونتراكشن يزيد انقباض العضلات الملساء. هذا الشيء احتمال يسبب لي ألم، أو يعني بس هو له فائدة طبعا الجسم لأنه يريد يعالج الالتهاب بسرعة. السيرين بروتيسز which activate various mediator of inflammation،
إذا السيرين بروتيسز هذا يعني يحفز وينشط المواد أو الميديتورز المواد أو الوسط الالتهابي أو المواد اللي تساعد بالوسط الالتهابي. تمام. الإيوسينوفيل and neutrophil chemotactic factors. تمام. chemotactic factors إذا عندي الإيوسينوفيل والنيوتروفيلز chemotactic factors which attract those leukocytes. منو اللي يجذب الخلايا البيضاء أو ال white blood cells اللي هو الإيوسينوفيل والنيوتروفيل chemotactic factors. شو اسمها غريب. المهم السيتوكاينز اللي هي عبارة عن polypeptide يعني بيبتيدات متعددة directing activities of leukocytes and other cells of the immune system يعني هي اللي توجه نشاطات الليكوسايتس والأذر سيلز in the immune system. خلصة المحاضرة. طبعا يعني من المحاضرة كلها راح تكون طويلة فمو لازم تشوفوها كلها بقعدة واحدة يعني على حسب انت ايش قد تقدر. طبعا من اخذت من المصدر بعض الاشياء هاي الاندفريشيتد الميزنكايمال سيلز اللي حكينا عنها وقلنا هي خلايا غير متمايزه تتميز. نشوف هي شلون شكلها غير متمايز. تتميز الى فايبروبلاست اديبوسايت. نشوف شلون نيوكليوس وسيتوبلازم محصور والكوندروبلاست كوندروسايتس. طبعا نشوف الكوندروبلاست يعني هي مو blast generating chondro in a cartilage. بنشوف شلون تنتج خلايا غضروفية. تمام. كذلك الاوستيوبلاست يعني هي خلايا تنتج خلايا العظام. بنشوف هنا طلعت لنا الاوستيوسايت. هذا الجدول كذلك موجود بالمصدر اللي هو ذاكر لي انه الفايبروبلاست الكوندروبلاست الاوستيوبلاست وهذا الاودونبلاست وين موجودة شنو وظيفتها structural low immunity. طبعا ذني وظيفتها تركيبية structural. تمام. بالنسبة للبلازما والليمفوسايت والليكوسايت والمايكروفاجز ذني وظيفتين شنو defense يعني اما دفاع او immunologic defense يعني مناعة ودفاع. تمام. والأديبوسايت كذلك عندي energy reservoir وheat production تنتج الحرارة وتخزن للطاقة. وهذا الماكروفاجز من موجودة بالبلاد أسميه مونوسايت. الماكروفاجز وين أسميها بالكونكتيف تيشيو لنفوديك أورغنز لانج والبون مرا. قلنا كابفر أسميها بالليفر. الماكروجيليا أسميها وين بالنيرف. كلهن ماكروفاجز same of microphages. تمام. أوستيوكلاست. تمام. عرفنا هالأشياء كلهن يعني بس حتى تزيد خبرتنا بهن. طبعا أتمنى تكونوا استفدتم من المحاضرة والله يوفقكم. رجعوا لها وسووا أسئلة عليها. أهم شيء تسوون أسئلة عليها وإن شاء الله تسهل كل شيء. بالتكرار الممارسة يسهل. الله يوفقكم.